السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راني جاي جدوى أبوي باللي مورا المونجو في كومبلت من أباتو. على غير العادة هذا نداء، نداء لازم نديره باسكو هذا هو الحل الوحيد اللي صبته. يمكن ناس حتقرين عندها حلول مادام ياها تفيدنا بها. عائلة مشكلة من أم اللي في عمرها 23 عام وربع أطفال، ربع بنات صغار، يعني الكبيرة فيهم في عمرها 4 سنين والصغيرة في عمرها عام. أطفال هادو يتامى، الأب تاعهم توفى وترابير دون كريش كاردياك، والأم مستوى اجتماعي محضر، مستوى ثقافي، مستوى تربوي الله غالب يعني للحد. مع شباب الحراك هنا ومع النفوس اللي ما زالت حية، أنا بتي الإنسان منذ احنا اكتشفناهم وقت اللي كنا نوزع القفاف نتاع قبل رمضان ونتاع المهم كي بدا الكوفيد. ولحد الان قدرنا نوفروا اللي قدينا عليه بالامكانيات البسيطه اللي عندنا، على الاقل ان باني شاك 15 جور كي نقدوا دبرنا لهم باش مانيش عارف. ودروك راهم ساكنين في الردم، دار اللي كيريسك طيح عليهم اتو مومو. الماء ما عندهمش، دونك كاين واحد حاجه تشبه البير هكا لازم يغرفوا منها. دي كونديسيون يعني ما جنترو بريانا دير، قسما بالله جنترو بريانا دير. Je n'aime pas me sentir aussi désarmé. Là, je me sens désarmé complètement. Contre autant d'injustices et de misère. Les gens qui ont été à chaque fois, je fais un appel. Les gens qui ont été à la fin, الوليدات هادو نوفروا لهم اون سوم دارجون اللي نقدروا نكريو بها عام ولا عامين. بالمربي يفرج بالك، نتهناو هاد العام ولا عامين نتهناو من هاد النظام الفاسد الخامج معفن، واللي يسمح لهاد البلاد باش تتلهى بوليداتها اللي ما عندهمش. وإلى ذلك الوقت ما عندناش حل واحد آخر، يعني ما الإنسان اللي مازالت عادة إنسانيته مازالت عادة حية، ما شكيتش باللي يعني 20000 دينار بار موا ولا 10000 دينار بار موا ولا اللي قد عليه بار موا سوا ما تنقص له حاجة من حياته. مي بار كونتر غادي تزيد حاجة في حياة هاد الوليدات هاد. دونك النداء هذا جاي اونت والله العظيم، دالي بروندر لا فوتو واش تا نمشي نتاجر بلا ميزار تاعهم. اي سون ديجا مساكن ديبورفو دو 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 مينيموم دو دينيتي، ونمشي ما جي با بو فار سا سانسيرمون. اي دونك جو في بو ليسي مون ادريس ايميل و لو ليان دو ما باج فيسبوك في لو ديسكريبتيف. يا جماعه اللي يقدر يدير حاجه رحمه على والديكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.